على مدار سنوات لعب الإعلام الرياضي المصري دورا هاما في تقديم الأخبار والمعلومات الدقيقة والصادقة للجماهير بموضوعية وحيادية وحشد المشجعين خلف الأندية ولاعبيها والمنتخبات الوطنية. عاش الإعلام الرياضي سنوات بلا قيود، وحاول الإعلاميون الالتزام بالأداء المهني، إلا أن بعض الإعلاميين الرياضيين تعرضوا لانتقادات واتهامات بالإثارة ومعالجة القضايا الجماهيرية الرياضية بأسلوب خاطئ. ومن بين هذه الأحداث مباراة مصر والجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، والتي أدت لتوتر سياسي ودبلوماسي. وخلال الفترة الماضية عرفت السياسة طريقها لكرة القدم، وتزايدت الانتقادات لبعض الإعلاميين باستخدام برامجهم لتصفية الحسابات والابتزاز وزرع بذور الفتنة والتعصب بين الجماهير. كما حمل كثيرون الإعلام الرياضي الأزمة بين النادي الأهلي والمصري، والتي نتج عنها ما عرف بمذبحة بورسعيد. والأسئلة التي يطرحها الخبراء: هل الإعلام الرياضي في مصر يقوم بدوره على أكمل وجه، أم أصبح مهنة لغير المهنيين؟ اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي قبل ما ابدا فقرتنا بس هقول تصريحات جاءت على لسان الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. دكتور ياسر علي بيقول للعديد من وكالات الانباء: لا يليق بالمعارضين اختلاق اتهامات باطله ضد رجال الرئاسه. صرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه انه تم حفظ البلاغ المقدم ضده من احد المحامين، والذي ادعى فيه قيام الدكتور ياسر بتعذيب احد المواطنين اثناء ثورة 25 يناير في عام 2011. وقال الدكتور ياسر ان الشخص الموجود في الفيديو يشبهه كما يشبه شخصية عامة اخرى، وتم حفظ البلاغ من قبل ضد هذه الشخصية، وهو ما تم ايضا مع البلاغ المقدم ضده. وكان الدكتور ياسر علي نفى من قبل الاتهامات التي وجهت اليه بتعذيب عدد من المواطنين اثناء الايام الاولى لاحداث الثورة، وقال ان هذه الاتهامات كيدية ولا محل لها من الصحة. واستنكر المتحدث الرسمي للرئاسة محاولات التشويه التي تستهدف مؤسسة الرئاسة ورجالها، مشددا على انه لا يليق بمعارضي مؤسسة الرئاسة توجيه اتهامات مختلقة وباطلة. اذا كما جاء في البيان فان الشخص الذي ظهر في الفيديو هو يشبه الدكتور ياسر علي، هو شخصية عامة اخرى ليس الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بكرة هيكون يوم الرياضة في مصر، الرياضيين ورجال الاعلام الرياضي والنقاد هيحتشدوا في مؤتمر كبير باحد فنادق وسط البلد علشان يناقشوا ثلاث قضايا مهمه تتعلق بمستقبل الرياضه في الدستور وبعوده الحياه للدوري وللرياضه المصريه، وايضا مناقشه قضايا عديده وساخنه من بينها الاعلام الرياضي المتهم دائما في كل الاحداث والعواصف الرياضيه اللي بتحصل في البلد. والنهارده احنا بنستقبل ثلاثه من النجوم الكبار في مجال الاعلام والصحافه والنقد الرياضي علشان نعرف منهم الاعلام الرياضي متهم ام بريء، ومن وراء الحرب اللي تشتعل كل شويه بين الاعلام الرياضي وبين شباب الالتراس، وازاي نفك الاشتباك بين الرياضه والسياسه ويقوم الاعلام الرياضي بدوره كوسيط محايد بين الرياضه والشعب وكمنبر لدعم وتشجيع ونشر الرياضه في مصر. معانا النهارده في الاستوديو مشرفني ومنورني الاعلامي الكبير وكابتن مصر السابق الكابتن نادر السيد. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك. الاعلامي والنجم الكبير نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر خالد الغندور، اهلا بيك كابتن خالد. اهلا بحضرتك. والناقد الرياضي الكبير استاذنا الاستاذ شوقي حامد، اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيك. شرفتونا ونورتونا وشاكرين جدا حضوركم النهارده. واسمحوا لي ان انا قبل ما ابدا حوارنا نشوف في تقرير معمول، هم بيقولوا ان هو تقرير صادم شويه علشان انت عارف عندكم ساعه صد، نشوف التقرير عن راي الجمهور في الاعلام الرياضي ونرجع نكمل الحوار. شوف التقرير. مفيش اعلام رياضي في مصر، مفيش اي نقد، ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات قاعدين ماسكين البرنامج بيتكلموا في حاجات بعيده خالص عن الفنيات وعن كره القدم، وده اللي وصل لنا دلوقتي
التعصب اللي احنا فيه. انا الرياضي كله موجه للكوره. انا بصراحه مش شايفاه بيركز غير كره القدم بس، يعني مش كل الالعاب الفرديه بيركز عليها، زي في حاجات اولمبياد كتير ما نعرفش عنها حاجه زي السله. الاعلام الرياضي مش مدي لجميع المجالات حقها. بالنسبه مثلا لو اتكلمنا مثلا عن كره السله مش واخد حقه، لو اتكلمنا عن كره اليد مش واخد حقها، مع اننا احنا من ابطال العالم في كره اليد. المطلوب من الاعلام الرياضي انه يتكلم بصدق. مش شايفين صدق في الاعلام الرياضي، مش شايفين حد بيقول كلمه يعني صريحه او كلمه يعني تخلي الناس تطمئن ان في دوري او في او في او في. اهلا بكم من جديد، واسمحوا لي ابدا باستاذنا الاستاذ شوقي حامد. ايه القضايا الرئيسيه يا استاذ شوقي اللي هيناقشوها بكره في اجتماع الرياضيين، وايه المطلوب للرياضه في دستور مصر القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر حضرتك الاول ان انت اتحت لي الفرصه ان انا اكون متواجد معاك. شكرا لحضرتك، ده شرف لينا. هو الحق الرياضيون لهم مطالب محدده، لهم عايزين في ماده واضحه في الدستور المصري ان يعترف بان الرياضه حق مكفول للجميع، حق يمارسه كل افراد الشعب كبرهم وصغيرهم بكل اجناسهم بكل طوائفهم. الرياضه مش حاجه هامشيه، مش حاجه سطحيه، ده الرياضه الامم المتحضره اولا هي احد وسائل بناء الامم والشعوب، والشعب الرياضي شعب منتج، شعب اخلاقي، شعب تنافسي، شعب يقدر الرأي والرأي الآخر، لأن المنافسة يعني بتسمح بالندية والتكافؤ والمقاومة. فإحنا عايزين إن الدستور بتاعنا ينص نص صريح على إن الرياضة حق مكفول للجميع. الحق الوقفات اللي بشوفها في الفترات الأخرانية دي بتستهدف أساسا عودة النشاط الرياضي أو عودة الحياة الرياضية إلى الجسد الميت دلوقتي. نعم. عودة الحياة والنشاط للمدرجات، للملاعب، للأندية، وده حق مطلوب ومرغوب ومحبوب، لكن لا يكون هذا الموضوع على حساب أمور أخرى، لأن الحقيقة في حاجات كتيرة قوي بعد ثورة يناير الميمونة تراجعت، السياحة تراجعت، الاقتصاد تراجع، حاجات كتيرة تراجعت. احنا كرياضيين بنقول احنا عايزين رياضة، لكن وقف الرياضة او شلل الرياضة اكيد اكيد عند المسؤولين لاسباب ودوافع اخرى قد لا نعلمها. البعض يطالب بعودة الرياضة النهاردة، والبعض يطالب بتهيئة المناخ لعودة النشاط الرياضي، والبعض الاخر مقتنع بان الرياضة لن تعود الا اذا كانت مكفول استمرارها وتواصلها وحياتها. نعم. طيب بكره هيحصل ايه؟ مفترض في بكره في اجتماع للرياضيين. هي واقفه بينضم اليها ناس من نوعيات مختلفه في الوسط الرياضي، كل منهم لهم مطلب، ليه رؤيه، ليه هدف، وانا شايف ان بعضهم ان لم يكن معظمهم رؤياهم واهدافهم. نعم. كابتن نادر السيد، البعض بيقول ان الاعلام الرياضي وحضرتك شفت في التقرير بيصبح احيانا وسيله لتصفيه الحسابات، راي حضرتك ايه؟ بدايه ان الاعلام الرياضي مش ما بيتحملوش بس الاعلاميين، انما الاعلام الرياضي بيتحمله اطراف كتيره جدا، بيتحمله الناس اللي عايزه تسمع الاعلام الرياضي، وبيتحمله الاعلاميين، بيتحمله المعلنين، بيتحمله اصحاب القنوات، لان المعلن عايز يروح لبرنامج معين بشكل معين باسلوب معين علشان في كتير من الناس بيتفرجوا عليه، وفي نفس الوقت القنوات التلفزيونيه ممكن تختار بعض الاعلاميين باسلوب معين لا يتناسب اساسا مع الذوق او الرقي او زي ما قال بعض الاخوه في التقرير ان هو بيخاطب بشكل معين، فالمعلنين عايزين الشكل ده عشان خاطر كل الناس بتروح للشكل ده. فالاعلام الرياضي مش بس الاعلاميين هم اللي متهمين في الامر، انما كل الاطراف اللي في الاعلام الرياضي متهمه ان هي قللت الذوق وقللت مستوى الرقي. فبالتالي لما بتلاقي فيه ممكن البعض واخد اتجاه معين، اتجاه رياضي بس فقط لا غير، او اتجاه ان هو بيتكلم على كره القدم او كره السله او كره الطايره، بيتكلم عن الرياضه بس فقط لا غير،
بالتالي بطبيعة الحال ما بيبقاش في معلنين على القنوات أو على البرامج، فبالتالي بيروحوا للطريقة الثانية أو الطريقة الأخرى. فالإعلام الرياضي هو متهم، بس متهم بأسباب، إنما المقدمين أو المسؤولين عن الإعلام الرياضي مش هما بس فقط المتهمين. كابتن خالد، بعد كل حادثة كما تعلم حضرتك بتوجه الاتهامات للإعلام الرياضي واتهم أنه يثير الفتنة، رأيك في هذا الكلام؟ طبعا يعني الحادثة الأخيرة دي مش يعني دي حادثة غريبة علينا كلنا وأول مرة تحصل في مصر. أنا مش عايز بس يعني أقول إن الإعلام الرياضي متهم وإن معظم الإعلاميين، كل واحد ليه فكره وكل واحد ليه توجهاته وكل واحد ليه مصالحه الشخصية. وعلى فكرة ده مش في الإعلام الرياضي فقط، ده في أي إعلام، حتى في الإعلام التوك شو ممكن هتلاقي يعني ناس كويسة جدا وناس عادية وناس ليها مصالح. يعني الإعلام بحد ذاته، وعلى فكرة ده في العالم كله مش في مصر فقط، في العالم هتلاقي كل الـ 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 يعني كل المستويات، من واحد بيفضل المصلحة الشخصية، واحد بيفضل المصلحة العامة، واحد وطني، واحد مش وطني، واحد بيجري ورا القرش، واحد بيجري ورا الفلوس. فلا، مش عايز أعمم الإعلام الرياضي، كل واحد ليه يعني توجه مختلف. ممكن صح زي في ناس كتير جدا جدا بيتعاملوا مع الإعلام انه حاجة بتوصله لشيء معين، حاجة مصلحة شخصية ليه، لكن في إعلاميين آخرين، إعلاميين محترمين، بيتعاملوا مع الإعلام باحترام وبأدب، وبيتعاملوا مع المشاهد ان هو عايز يوصله دايما الحقيقة، وقد تكون الحقيقة في بعض الأحيان مرة، ولكن يجب ان هو يوصل الحقيقة للمشاهد، لان في النهاية البرنامج بتاع المشاهد. مش عايز اقول بس يعني الاعلام الرياضي اي نعم في نوع من ممكن احساس بالتحيز لبعض الانديه برضو. لو احنا بنتكلم ان ما فيش باسكت وما فيش طايره، لا، ما فيش غير اهلي وزمالك. يعني برضو ما في انديه اخرى زي برضو بتحس بالضغينه زي المصري زي الاسماعيلي، واحنا احد اسباب ان احنا ما بنعملش سبوت اعلامي على الانديه دي، ودي انديه جماهيريه وزي المنصوره، ما بندخل شركات بتمتلك اموال زي شركات البترول ومؤسسات اللي بتنتمي للجيش ومؤسسات اللي بتنتمي للشرطة، اما مندخلها وبتاخد من فلوس الشعب ومن الضرائب المدفوعة وتدي اللعيبة مليون ومليون ونص، في الوقت المنصورة مش لاقية تاكل والاسوان مش لاقية تاكل، الاندية والمحافظات اللي هي والاندية اللي هي شعبية ما بقتش متواجدة على الساحة، خلاص بتنزل درجة تانية وبتختفي. فاعتقد ده كل ده بيسبب ضغينة عند الاندية وعند المشاهد وعند الجمهور اللي هو بيعشق ناديه واللي بيشوفه بيختفي تماما عن الساحة الرياضية. استاذ شوقي، الاعلام الرياضي متهم احيانا باثاره الجماهير، هل ده حصل مثلا في مباراه الاهلي والمصري بورسعيد والتي انتهت بالمجزره المعروفه؟ دكتور عمرو، انا عايز اقول الاول كلمه الاعلام الرياضي دي كلمه فضفاضه كتيره، فيها مجالات طبعاً تخصصيه طبعاً. في اعلام مكتوب، في اعلام مسموع، في مرئي، في مرئي طبعا. انا بشوف اكثرهم انضباطا، مش تحيزا لان انا بنتمي للاعلام المكتوب، اكثرهم انضباطا المكتوب. بنسبه كام في المية منضبط؟ نقول بنسبه 60%. عشان هسالهم برضو كده. استاذ عمرو، ده دلوقتي بس. ليه؟ انا هقول زمان ما كانش كده. انا هقول ليه؟ لان حضرتك وانا اعلم انا بكلم مين، وانا عارف ان حضرتك كان لك اصدار معين. النهارده لما بيجي شوقي حامد اشتغل عند عمرو الليثي، اسف في 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 العفو. يعني انا بزيل كل الفوارق، انت لك مكان استاذنا الله يخليك. لما تجيب شوقي حامد شغال عندك بتقول له انت مهلاتك ايه؟ السي في بتاعك ايه؟ تاريخك ايه؟ امكانياتك ايه؟ وتختبره وبعدين تعينه او لا تعينه. ماشي؟ تمام. وانت بقى كرئيس اصدار بتقول له انت الخط بتاعك الاستراتيجيه بتاعتك كذا. تمام؟ ده بيحصل. بعد كده بتيجي حاجة اسمها السلعة الإعلامية الاقتصادية، سلعة بيقبل عليها الجمهور. جايز طبيعتي تختلف عن طبيعة الكابتن نادر، أنا بميل للإثارة شوية، هو بيميل للحق شوية، خالد بيميل للصدق شوية، إنما في النهاية الجمهور هو اللي بيحدد مدى نجاحي أو عدم نجاحي. ده بالنسبة للإعلام المكتوب. الإعلام المسموع يجي في المصف الثاني، لأنه فعلا برضه بيتم غربلته وتنقيحه، لان ما حدش هيخش الاذاعه الا اذا كان اذاعي، لانه لازم يعرف يقرا ويكون مؤهل ويكون له خلفيه رياضيه وكل حاجات كتيره فيه، يعني لدرجه ان هم لما عملوا لجنه
برئاسة أستاذنا الكبير جدا فهم عمر، قال لك لا بقى تعالوا بقى نغرب الأسماء اللي موجودة دي كلها، مشى بتاع 60-70 واحد خلاص مشاهم ليه لأسباب دوافع فنية مهنية 100%. جم بعد كده بعد الثورة الميمونة راح مرجعين كل الناس. أما الإعلام المرئي فدي عملية بقى إيه فيها حاجات كتير قوي، وأنا مش يعني أنا هسيب الإخوة يتكلموا. أنت ضميرك يعني أنت ضميرك فيها حاجات كتير ليه شوي شوي إعلام مرئي برضه أنت لما أنا لا يجي يعني نيجي لأصحاب المنابر المرئية الإعلامية الرياضية صراحة ده بالكيف بقى يعني إيه بالكيف؟ بالكيف انا عايز خالد الغندور مش مهم بقى هو مؤهلاته ايه هو خلفيته ايه، انما الناس عايزه خالد بتحبه اجيبه ولا سيبه ولا احط له بقى لا استراتيجيه ولا خط ولا حاجه، انت خد الحته دي. واكم ناس جت في اماكن اعلاميه مرئيه عملت مشاكل دوليه عملت ازمات. طب هسألك سؤال هنا يعني عارفة المقاطعة، لكن هل كل لاعب كرة يصلح أن يكون إعلامي أو إعلامي طبعا. رياضي؟ من غير ما كمل يحلل ويعلق إطلاقا إطلاقا، لأن ليس كل اللي إحنا لسه بنتكلم مع كابتن نادر ليه ما بتدربش حراس مرمى مع إنه كان من أكفأ وإن كان أكفأ حارس مرمى في مصر؟ طب قال لك مش شغلتي أنا مش حبيبها أنا أجيد في الحتة الفنية. وعشان كده مش كل لاعب كرة ينفع إعلامي ومش كل لاعب كرة ينفع مدرب. والاعلامي ده يعني ايه يا دكتور عمرو؟ يعني احد قادة الرأي. انا قلت في برنامج قريب لما اجيب قائد رأي عام في مصر العربية ده لازم يبقى تاريخ. ليه؟ لانه ممكن يوجه المجتمع المصري في سكة غلط، زي ما حصلت في مشكلة الجزائر، زي ما حصلت في مشكلة بورسعيد. حضرتك بتقول لي ان في بعض الناس بتتهم الاعلام الرياضي بانه صاحب الفتنة. اكيد اكيد احنا كاعلاميين مسؤولين عن جزء من هذه الفتنة. طيب كابتن نادر، هل بحث بعض مقدمي البرامج الرياضية عن الاثارة لجذب الاعلانات يعتبر جزء من المشكلة؟ اكيد 100%. لان في بعض الاوقات ان بعض الاعلاميين بينتهجوا نفس النهج، وفي نفس الوقت هم بيقصدوا يعملوا الكلام ده علشان نسبة المشاهدة تعلى، فهو معتقد ان نسبة المشاهدة بتعلى بالإثارة والفتنة. ممكن يكون مش من كدب اللي بيقول الكلام ده، انما ممكن يكون خبر طبيعي جدا، حاجة طبيعية جدا، وبعد كده يكبر الخبر ده ممكن يتغير. زي ما كنت بكلم لسه قبل ما ندخل برنامج اني انا شخصيا لغيت تماما كلمة قالوا وبيقولوا وقالك وقالوله. يعني ممكن حد يجي يقول لي ايه شفت خالد غندور قال كذا 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 كذا، فهو اللي بينقل حتى الخبر لازم يحط شوية توابل حوالين الخبر عشان الخبر يبقى مثير. فده نوع من انواع الاعلام، وتحرك ادرى مني في الاعلام واعمق مني في الاعلام، بس ده نوع من انواع الاعلام الاعلام الاثارة زي اي يعني اعلام الاثاره بكل ما فيه زي ما قال الشاوي، سواء المرئي او المسموع او المقروء. انما في الاخر لازم، انا شايف ان من اهم النقط في الاعلام انك انت تكون عندك مصداقيه، انك انت تكون مصدق الكلام اللي بتقوله. فلو مصدق الكلام اللي بتقوله هيوصل لقلب او لقلوب الناس او ليه فعلا الناس هتحس ان فيه مصداقيه. هو طرح نقطه مهمه جدا استاذنا، فكره ان ليس كل لاعب كره يصلح ان يكون اعلامي. اكيد. بتشوف انت ايه المواصفات التي يجب توفرها عشان نقول ان هذا الشخص اللي كان لاعب كرة متميز ايضا يصلح ان يكون اعلاميا متميز؟ اعتقد بفكري ان هو يكون عنده اولا عنده القبول، عنده الكاريزما، لان ممكن يكون في بعض الناس شكلهم، يعني انا بتكلم بالاعلام بشكل عام ما بتكلمش على الرياض، الشكل بتاعه حتى ما ينفعش اي حاجه خالص، وتلاقي الناس جدا بتحبه وبتسمع له وبتقعد تتفرج عليه رغم ان مواصفاته الشكليه مش لازم يكون وسيم قوي. انا قصدي على القبول والكاريزما، ويكون عنده مصداقيه، ويكون فعلا يعني زي ما بيقول الشاوي ان هو يكون عنده استراتيجيه واضحه مش بتاعته شخصيا انما بتاعت الاعلام ومساق الاعلام ومساقيه الاعلام. مش كل حاجه عايز يقولها او كل كلمه عايز يقولها تتقال، انما لازم يكون عارف كويس قوي ان الكلمه دي رايحه فين وهتتقال امتى وهتتقال ازاي وهتتقال ليه. ويكون عنده فعلا مصداقيه واحساس بالخبر اللي هو بيقوله او بيتكلم فيه او الحوار. والنقطه الثانيه، انا الحقيقه مش مع كلمة ان انا محايد، لا ما ينفعش تكون محايد، انت لازم تكون منحاز للحق ولازم تكون محامي الغائب دايما وابدا. يعني مش ممكن ابدا الحوار
ويمكن ممكن خالد لمس بعض النقط وبيتكلم ان ممكن يكون انا عندي حوار مع ضيف معين، بس انا عايز اوجهه لاتجاه معين عشان يتكلم في اتجاه معين، فلازم اكون انا منحاز للحق ومحامي الغائب في الاعلام. طيب. فما فيش شك ان وحيف الضيف ده بقى. طيب. معانا طبعا الاعلامي الكبير كابتن احمد شوبير على التليفون. كابتن احمد مساء الخير. استاذ عمرو مساء النور، اهلا بيك ومساء على حضرتك وعلى كل الساده الضيوف الافاضل. كابتن احمد، السؤال المطروح، الاعلامي الرياضي منحاز ام محايد؟ لا، محايد. منحاز يعني ايه؟ محايد في القضايا الرئيسيه، محايد في القضايا اللي يكون فيها طرفين بيترحب بمنتهى الحياديه. لكنه بينحاز لما تكون فيها قضيه قوميه تحتاج ان انت تنحاز بيها، ده الوقت اللي انت تنحاز فيه. لكنه لما تطرح قضية مثلا فيها اهلي، فيها زمالك، تطرح قضية فيها اندية مصرية، تطرح قضية اعتقد ده بيبقى انت محايد جدا فيها. مثلا تطرح قضية زي الدستور مثلا، لازم تكون منحاز انك لابد ان الرياضيين يكونوا ممثلين بقوة في الدستور. تطرح قضية زي عودة النشاط الرياضي، لازم تكون منحاز لمجموعة من اهل النشاط الرياضي. تعود تطرح قضية فيها منتخب مصر ومنتخب مصر بيحدث عليه نوع من انواع الظلم او الغبن في اي لعبة، لازم تكون منحاز للمنتخب ده. اتصور دي قصه الانحياز، لكن الانحياز هو عنوان الاعلام بصفه عامه والرياضي بصفه خاصه. طيب، هل انتماء اللاعب السابق، يعني مثلا سي ان لعيب ينتمي الى فريق كذا، هل عندما يكون اعلاميا هل يجب ان يكون حياديا، ام ان الجزء الذي من تراثه ومن تاريخه ومن ماثوره فكره انه ينتمي الى هذا النادي بالتاكيد بتحكمه حتى وان كان ده يعني غير مقصود؟ لا، اتصور ده غير صحيح على الاطلاق. انا انتميت للنادي الاهلي وكنت كابتن النادي الاهلي لاطول فتره في تاريخه، لكن الكل يشهد انه على الهواء انا حيادي جدا. الامر نفسه بالنسبه للكابتن خالد الغندور، كابتن نادر، يعني معظم الساده الافاضل اللي بيطلعوا على الشاشات التلفزيون، لكن هو المشاهد نفسه ما بيقدرش ينسى ده. يعني المشاهد بيتعامل معاك انت اهلاوي، ده احمد شريف بتاع الاهلي او خالد الغندور بتاع الزمالك، مش طبعا شادر النادر، النادر لعب اهلي وزمالك، فبتبقى القصه كده. لكنه لا، اعتقد انه الاعلاميين الرياضيين بالتحديد كانوا في قمه الحياديه. انا بتفرج على المباراه على الهواء بره، حجان النادي الاهلي يفوز، حجان النادي الاهلي يكسب، ده وضع طبيعي. لكن على الهواء لا، حياديه كامله. ممكن يظهر على وشك بعض نوع من انواع التبشيره او الغضب او الزعل، ده وارد جدا، دي مشاعر انسانيه. لكن في تحليلك، في استضافتك للضيوف، في المصادر، في التقارير، في المتابعه، لا اتصور انه ده يعني حتى اللي كان فينا بدا في البدايه ما عندوش خبره. بحكم الخبره انت بتتكلم، مثلا انا شخصيا بقالي دلوقتي 16 او 17 سنه في قصه الاعلام. خالد خد خبره كافيه، نادر خد خبره كافيه، طبعا مش قادر اتكلم عن كابتن شوقي حامد واستاذنا كلنا، لانه يعني كتابته اكتر من ظهوره على الشاشه يعني. لكنه بالتاكيد كلهم يعني كابتن شوبير. كابتن خالد طرح نقطه، قال ان بعض الاعلاميين لديهم اجندات او لهم مصالح خاصه، الى اي مدى بتشوف هذا الموضوع موجود حاليا في الاعلام الرياضي؟ يعني امر لابد ان ينتهي. يعني امر يعني مش هخفيك سرا، في بداياتي مثلا ما كانش عندي من الخبره ما يكفي، فكنت ممكن اقول النهارده لا هاجم فلان او ان انا هنتقد فلان، ده وضع طبيعي جدا بيحصل للكاتب الصحفي في بداياته، للمقدم في بداياته. على ما بناخد الخبره بعد شويه خلاص بننضج وبنستوي زي ما بيقولوا. اللي بيظل على كده اعتقد ان المشاهد هيهرب منه، مش هيبقى موجود معاه، اللي هيبقى بكل القصه النهارده يلا الليله على فلان او الحمله النهارده على فلان. اتصور انه ده الناس بتنفض من حوله، والناس بتنسى، ممكن تبعك مره واثنين بعد كده مش هتتابعك، فهو اللي بيخسر، مش المشاهد اللي بيخسر على فكره. اذا كان ليه مصلحه خاصه فهو الخسران في النهايه، مش المشاهد على الاطلاق يعني. السؤال الاخير ليك، حكايتك مع الالتراس الى اين؟ على فكره انا ما عنديش حكايه مع الالتراس، والناس كلها فاهمها غلط. الالتراس هم مجموعه من المشجعين خرجوا عن الخط، او بعضا منهم خرج عن الخط، وجبنا جميعا ان احنا نعيدهم الى الاطار الصحيح. ده الواجب اللي انا بعمله، اللي بيعمله زملائي، خصوصا خالد الغندور. لكنه هل انت تتصور انه ناس بيشجعوا نادي انا بنتمي ليه بقى يعني من الصغر، من سن 7 سنين، يعني داخل في 45 سنه بشجع هذا النادي، عمره هيكون في عداوه، ولا عمره هيكون في خناقه، ولا عمره هيكون في مشكله. المشكله ان احنا الان يا استاذ عمرو منقسمين، وكل واحد عايز ياخد جزء معاه، وناس معاه، وناس يساعدوه، وناس يحارب بيهم، دي المشكلة. لكنه الأولاد دول على فكرة أنا استقبلتهم في بيتي بعد الحادث بتاع بورسعيد، واتكلمت معهم أكثر مرة، وهم خدوني لبيوت الضحايا والشهداء، وزرت معظمهم وست معظمهم،
فانه انا يبقى في مشكله بيني وبين ولد عنده 20 22 سنه من دور ابناء، انا بناتي انا بنت عندها 25 سنه، انا اصبحت جد الان، فما ينفعش ان انا اخش في خناقه مع اولاد بيشجعونا مع اولاد، لكن هم بيحيدوا عن الطريق الصحيح. والكتابات كلها بتقول كده، انا متابع كتابات الكابتن شوقي سواء في الاخبار او في الكره والملاعب، متابع البرامج خصوصا مع كابتن خالد الغندور القصه، وكل الناس اللي شايفه الامور الصحيحه بتقول هذا الكلام اللي انا بقوله. اذا كلنا ما تضافرتش الجهود وقفنا كلنا بجوار بعض، عشان اذا كان احنا عندنا خطا، ما احنا ساعات انت حضرتك تطلع استاذ عمرو تقول انت اخطات في معجزتك وقضيه او انا او او، لكنه الولاد واضح انه حماس واخدهم، ناس واخدهم لسكه ثانيه خالص. انا قضيتي دلوقتي كيفيه اعاده النشاط الرياضي. النهارده كان عندي مداخله من ولد عامل غرفه لبس في الزمالك بكى على الهواء، لانه قال لي بقالي 10 شهور، قال لي بقيت اروح بيتي ماشي، ما بقاش عندي فلوس اجيب حتى لبن لاولادي، قال لي باخد 600 جنيه، ايجار بيتي 400 جنيه، عندي ثلاث اولاد في المدارس، قول لي يا كابتن احمد اعملهم ازاي؟ لما بنلعب مباراه حتى بنخسر مره بنكسب مره، لعيب بيديني 50، لعيب بيديني 100، مدرب بيديني، بيبقى ربنا كرمنا. الان الامور اصبحت صعبه جدا، قال لي ما قداميش غير سكتين ثانيين، اما ان انا تاجر في المخدرات واما ان انا اشتغل بلطجي، وانا مش هعمل ده ولا ده، لان عايز اعيش بما يرضي الله عز وجل. هذه هي القضيه، هذا هو الخلاف. الناس الحقيقه مصوره انه خلاف شخصي، عمره ما كان خلاف شخصي، لكن الدوله لما تساعدهم على تغمض عينيها على الاقتحام، تغمض عينيها على اعتداء على لاعبين، تغمض عينيها عن، بس انت مش شايف كابتن احمد ان الموضوع محتاج، يعني اذا كنا نتكلم على ان هم طبعا مع تقديري ليهم اعمارهم صغيره وانت لك خبره كبيره، مش شايف ان الحوار مهم في هذه اللحظات؟ يعني ان يكون في يعني مائده حوار الجميع يقعد عليها، ده بيكون اقصر الطرق للتواصل وطرح الافكار والوصول الى نتائج ولا ايه؟ انت حضرتك مستشار السيد رئيس الجمهوريه، ادعوهم لحوار شوفهم هيستجيبوا لك ولا لا. هم كانوا قاعدين عند مستشار الرئيس للشؤون القانونيه في بيته، وكلوا سمنه وكلوا عسل وكلوا جبنه قديمه وكلوا فطير واتبسطوا كل حاجه، كانوا قاعدين مع الراجل وكيل لجنه الشباب بمجلس الشورى، قالوا ما قعدناش معاه، رفض ان هم يروحوا يقعدوا مع العمري فاروق وزير الرياضه، رفض ان هم يقعدوا مع هشام ياسين وزير الشباب، لان انت نفخت وكبرت ازيد من اللازم. الحوار مطلوب جدا واهلا وسهلا بالحوار، لكن ايه هي اسس الحوار؟ وعلى فكره ناس كثيره جدا في الدوله تحاورت وحاولت انها تتحاور، لكن للاسف الشديد انت مدي للمجموعه اكبر من حجمها. انا كنت بمشي قريب في النادي وانت بتقابلني كتير في النادي، لقيت ولد سنه لا يتجاوز 16 سنه قال لي احنا اللي بنحكم البلد، قال لي كده بالحرف الواحد، الولاد عندهم الانطباع ده ان ما حدش بيقدر يجي ناحيتهم. لما تبقى بالصوت والصوره عندك الاولاد اللي اقتحموا الاتحاد او اقتحموا النادي او اقتحموا مدينه الانتاج الاعلامي او امر ضبط واحضار بتخرج، حتى ما بتحاولش تديهم حتى تحقق معاهم تصرفهم من النيابه، ما بيحصلش. فالولاد النهارده هم اقوى من الشرطه واقوى من القانون وحاسين بالاحساس ده، ويبدو ان البعض اما مقدر ظروفهم او خايف منهم بزياده عن الحد، وبالتالي الامور وصلت لده. الحوار اهلا وسهلا بيه، بس على اسس وعلى شروط، بحيث انه الناس كلها ما ينفعش انه في اربعه. انا قصدي انت عارف يا كابتن شوبير بتكلم في الحوار ليه؟ لان الحوار انت لك وجهه نظر تحترم، انا اتصور ان لهم ايضا الالتراس وجهه نظر تحترم، اتصور ان كل واحد عنده منطق في رايه من الموضوع، مش قضيه تمسك بالراي، لكن بقدر ان كل واحد عنده راي وعنده منطق، واتصور ان الحوار ممكن في الاخر يجيب نتيجه حتى لو بعد مده، لكن لازم في الاخر هنقعد عشان نتكلم ونسمع بعض. ما عندناش مشكله في العظام، بس ثم الاولاد بيقول لك احنا القصاص او الدم، مفيش حد يقول كده، مفيش دوله تسمح بكده، قصاص او الدم، يعني القصاص او القتل، قصاص او اشاعه الفوضى، هذا امر غير مقبول على الاطلاق يا جماعه. لازم تشوف الظاهره من سنه 2007 يعني ايجابياتها وسلبياتها، اذا كنت تعمل حوار تعالى من 2007 ايه الاجابات اللي عادت علينا وايه السلبيات اللي عادت علينا، تبدا حوار بالشكل ده، حوار صريح وواضح جدا، تقومه اذا كان اخطا. عموما انا من النهارده اهوت بقول لك اهو، انا هعمل دعوه هنا في البرنامج لاخواننا في الالتراس، وهنعمل دعوه للاعلاميين الرياضيين حضرتك واخرين، ونحاول نعمل مائده حوار، ونحاول نقعد مع بعض ونسمع الافكار ونطرحها، لعل وعسى نصل الى نتائج. شكرا جزيلا للكابتن احمد شوبير. اعود لكابتن خالد غندور، هل الوضع يتصاعد الان في الاعلام الرياضي مع دخول عدد كبير من القنوات الخاصه واحتدام الصراع بينهم؟ هو بس انا عندي نقطه فكره هو ان لعيب الكوره ينفع يبقى اعلامي، فانا معترض عليها قوي دي. يعني اصل لعيب الكوره دي مثلا مش لعيب، مش صايع مثلا، يعني لعيب كوره ده خريج اداب، خريج حقوق، خريج طب يعني انا مثلا الاعلامي الطبيعي، يعني حضرتك مثلا خريج ايه مثلا؟ انا خريج جامعه وفي نفس الوقت كمان رياضي ومثلت بلدي، يبقى ايه اللي قلل مني ان ايه لعيب كوره يبقى اعلامي؟ لا، لعيب كوره راجل خريج جامعه بيمتلك لغات، عنده حضور، عنده كاريزما، عنده قدره على الحوار، ايه اللي يعني اللي خلى ان كل لاعب كره يصلح ان يكون لاعب؟ لا طبعا، لا لا، انا اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا ولا في عناصر في مقومات معينه، استاذ شوقي حامد خريج كليه حربيه واصبح صحفيا لامعا،
مش لازم ابقى خريج اعلام عشان ابقى صحفي، مش لازم ابقى خريج اعلام. لا 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 انا مفهوم كل ده مفهوم. انا بتكلم على هل كل لاعب كره يصلح ان يكون اعلاميا؟ ولا كل خريج كليه اعلام يصلح ان يكون اعلاميا، ولا وكمان ولا كل صحفي ينفع يبقى مذيع، ولا مذيع ينفع يبقى صحفي. طب ايه بقى الشروط التي يجب توفرها؟ اولا لابد ان يكون لديك قدرة على الحوار والتحاور مع الاخر. لابد ان يكون لديك منطق، لابد ان دائما ان تكون الحقيقة هي المرآة امامك. لابد ان تكون مصلحة المشاهد، والمشاهد هو الشيء الاول في برنامجك. يعني زي ما قلت في بعض الاحيان احنا كنا بنتكلم عن الحياز، فكره برضو ان انا انحاز ما اعرفش رجل اعمال داخل انتخابات في نادي، ولا رجل اعمال داخل انتخابات في اتحاد كوره، ولا رجل اعمال انحاز مع ده، عشان انا عمري ما شفت اعلامي في معظم بينحاز مع يعني الغلبان اللي هو مش رجل اعمال يعني يعني لازم رجل الاعمال هو اللي يبقى منحازين ليه. ففكره ان 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 لاعب الكره يصبح اعلاميا فده عادي جدا لو عنده المقومات، لكن مش عايز المقومات الاعلاميه عايز اسميها ايه، هو كل لعيبه الكوره يعني ايه؟ لا مش لعيبه الكوره مش صايع، يعني لعيبه الكوره مش صايع، لعيب داخل الجامعه وبتاع زي ما اقول بقى هقول هو كل واحد خريج اداب يعني هيبقى يعني لا ده انا عندي انا كخالد الغندور او كان دلوقتي اصبحت اعلامي عندي شيء افضل من غيري ان انا متخرج بس مثلا خلي عندي لغات وفي نفس الوقت مثلت خليني في النقطه دي تحديدا اتكلم معاك على فكره الحياديه بس. يعني المفترض القواعد العامه للعمل الاعلامي اللي احنا بنعلمه لتلامذتنا في كليات الاعلام هي فكره الحياد، انك انت طالما انت تجلس على كرسي المذيع فانت رجل حيادي لا تنحاز الى ذلك او ذاك، وانك انت في الاول وفي الاخر عليك انك انت تدير الحوار بحياديه حتى لو كان لك راي يعني يؤيد راي او طرف على طرف اخر. تمام. الى اي مدى بتشوف الحياد ده موجود في الاعلام؟ اقول لحضرتك حاجه، انا يعني من ضمن الناس اللي بتتهم ان انا مش حيادي، لكن انا غير مقتنع تماما. لو هي قواعد الاعلام الحياديه ده اعلام فاشل. الإعلام الحقيقي هو أن تكون منحازا للحق والحقيقة. أنت أصلا أنت ممكن أطلع على الهواء دلوقتي ممكن أقعد أقول أتكلم كلمتين حلوين أقعد ألعب على مشاعر ده شوية. والحق من وجهة نظر مين؟ الحق من وجهة نظر يعني مثلا ما تكون واحد مثلا أقول لحضرتك وجهة نظر والحق وجهة نظر لا لا يعني لا لا يعني احنا لا ممكن لا احنا قاعدين احنا الثلاثة احنا الأربعة كل واحد وجهة نظر لا 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 معلومة لا الحق وجهة نظر ما فيهاش وجهة نظر ما ترى انت صح انا ممكن اشوفه غلط والعكس صحيح. ما هو في حاجات بديهيه في حاجات بديهيه ما تيجي مثلا واحد شتم هنا في نادي مثلا خد ماتشين واحد شتم هنا في نادي خد ماتشين ما يجي يدي ده ثلاثة ويدي ده اثنين او يدي ده ما يدوش حاجه انا ما اقول لازم ده ياخد زي ده يبقى ده حق ما فيهاش وجهات نظر دي لا يعني وجهات نظر في ايه يعني ممكن اتدخل اتفضل لا لا طبعا لا كلامك بص خالد كلامك محترم بس اذا كان العدل وجهات نظر ممكن تشوف امر معين في الظالم من وجهه نظر انه ده عدل يعني ومقتنع جدا بالكلام ده فانا القصدي في ايه ان الحق ما هو ده المشكله بتاعتنا الاساسيه هو القاضي لما بيحكم على حد واحد بيدين حد وبيبرر حد ثمانيه وداني اعتقد ان هو بريء ولا الاساسيه الحقيقه وفي حوارات بدخل فيها كتير جدا ان زي ما احنا في مصر هنا كل واحد بيحب مصر من وجهه نظره وشايف وجهه نظره هي صح فبالتالي بيحصل تصادم مع وجهه نظر رغم ان كل الناس بتحب البلد طيب مصر. خلينا ناخد راي كابتن شادي محمد نجم النادي الاهلي السابق اهلا بيك كابتن شادي استاذ عمرو ازي حضرتك الله يكرمك بمشي على شوقي حامد وكابتن نادر السيد وكابتن خالد الله يكرمك اولا انت رايك ايه في هذا الكلام اللي احنا بنقوله يعني انت شايف ان الى اي مدى يجب ان يكون الاعلامي الرياضي محايدا ام منحازا في رايه طالما انه مع الحق الذي هو يختاره او يعتقد انه الحق وطبعا انا سامع كلام حضراتكم طبعا ومتابع مفيش شك الاعلام ليه دور كبير جدا اللي هو بيصنع نجم والاعلام ليه دور كبير اللي هو يشوف حاجات كتير معينه سواء فساد او لكن انا شايف الاعلام في دور سلبي الفتره الاخيره او في السنين الاخيره احيانا بتتطرق نجوم كبار تاخذوا بعض وده مش صح انا شايف ان كل واحد يشوف شغله ما ينفعش يركز مع زميله النقطه التربيه في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا النقطه الاهم انا من وجهه نظري لما حضرتك في الاعلام بتبقى موجود على الكرسي بتاع البرنامج بتاعك بتبقى مفروض ان انت محايد ما ينفعش ان انا اجي على طرف ضد طرف ولا اجي مع الطرف ده امسوع الطرف ده انت كده بتعمل احتكام بشكل كبير جدا وهو ده النقطه السلبيه كده طبعا كلام الكابتن خالد كلام محترم جدا وكلام الكابتن نادر كل الاراء موجوده يعني كل الاراء موجوده انا اتمنى الاعلام ليه دور كبير جدا وهادف ومش عايز اتطرق بقى لمشاكل كتير يعني الفتره اللي فاتت
يعني ما فيش كوره بقالنا سنه ونص ما فيش كوره. ابتدينا نخش في السياسه ونتكلم في السياسه ونتكلم في حاجات كتير مش بتاعتنا. وحتى لما نيجي نناقش قضيه ممكن نناقشها، ودي من اخطر المواضيع في الاعلام الرياضي. انا بتكلم في يعني مش في كل الاعلام، في ناس محترمه كتير جدا طبعا في الاعلام. بعض الاعلام لما بيجي يناقش قضيه ما بيبقاش ما عندهوش الديتيلز بتاعتها او عنده معلومات كبيره جدا، على اساس انت لما تيجي تتكلم وعندك رؤيه في الموضوع مش هتعمل احتقان عند طرف على الثاني، لكن انت بتبقى ممكن تقول كلام الكلام ده بيشحن، بيخلي الامور فيها امور كتير جدا وشحن والكلام ده كله. احنا ده مش دور الاعلام الرياضي من وجهه نظري. طيب شوف ازاي كابتن شادي الازمه ما بين الاعلام الرياضي والالتراس. انا شايف باختصار استاذ عمرو، بص انا يعني انا بحترمك جدا وبقدرك، عشان كده هوضح صراحه ما كنتش حابب اتكلم تاني خالص في الموضوع ده. اتفضل. ولكن انا باختصار شديد الموضوع ده انا ملم بحاجات كتير جدا فيه. الشباب الالتراس دول شباب وطني، شباب بيحب بلده، وشباب مش عايزين نعمل بقى زي بتاع التحرير. وكابتن نادر ممكن يضحك يقول لك بياخدوا تمويل خارجي والكلام ده مش مظبوط خالص. نادر ايه؟ احنا بنتكلم في ظروف صعبه. بنتكلم حضرتك، انا زميلي بقاله مثلا 6 7 سنين بيقعد جنبي بيشجع، فجاه لقيته مقتول. اجي اقعد اقول مش معنى العباره او مش معنى مش عارف اللي ماتوا على الحدود او مش معنى دي واقعه، دي حاجه مختلفه عن واقعه. انت بتتكلم لعيب الكورة أو جمهور الكورة بيروح عشان يستمتع، ما ينفعش اللي هو يروح يستمتع اللي هو يرجع في كفن أو يرجع مع زميله اللي جنبه اللي هو بيشجع جنبه مقتول. في بعض الأخطاء، في بعض الأخطاء وممارسات غلط حصلت، دي نعالجها، لكن ما ينفعش اللي إحنا أقعد طول الوقت أهاجم أو طول الوقت أنا ما ببقاش عارف أبعاد الموضوع إيه وأجي أقول عليه كلام ما ينفعش اللي هو أتكلم في الأول وفي الآخر. ده شباب وشارك في ثورة وزمايله ماتوا، فأنا أتمنى بس الحاجة الوحيدة اللي احنا الموضوع ده ليه أبعاد كتير جدا احنا ما بناخدش بالنا منها. أنا لما أشوف أي حاجة هم بيعملوها ليها أبعاد، هو مثلا بيقول لك أنا بوفر رسالة معينة، أنا أتكلم المرة دي أنا أنصحه لا دي غلط اللي أنت تعمل حاجة، هو هيبتدي يسمعني. لكن أنا أقول لك إيه، البلد مش مستحملة اعتصامات، مش مستحمله اللي بيحصل ده، ونوقف الشارع انا شايف من وجهه نظري كل الدنيا بتخرج. ده الشباب الوحيد، والله ما بقول كده اجامل حد ولا انا محتاج حاجه من حد خالص، انت فاهم؟ انا بقول حاجه عشان انا ملم بالموضوع. انا احترم واحط مليون خط اللي ده بيحارب علشان يجيب حق زميل، فمحتاج اللي يبقى فيه ناس اهل الثقه، محتاج الناس تتعامل معاهم. ما ينفعش اللي انا اتعامل معاهم اللي هو ده عيل صغير مش فاهم حاجه، عشان في بعض المسؤولين انا ملم ببعض حاجات معينه لما بيقعد معاه بيتعامل معاه اللي هو مش فاهم حاجه، اللي هو انت تسمع الكلام احنا نقول لك كده احنا لا، ما ينفعش الاسلوب الامر، لان هم انا اقدر اقول لك منظمين جدا عندهم هدف، حتى تحركاتهم عشان يجيبوا حق زمايلهم مدروس. انا ما بطلع وفي ظل مشكله كبيره واجي اقول ده بلطجي، طب ما انا بعمل مثلا انا بفرض مثلا في بعض الممارسات او كر معاك اللي هي غلط، غلط طبعا، ولكن في حاجات كتير لازم احط علامه. يعني هو ده استاذ عمرو لب الموضوع كله والله صدقني، اللي هو ده زميله اللي جنبه 6 7 سنين بيخططوا يعملوا دخله جميله ده مع بعض، هيشجع النهارده هيحصل كذا 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 كذا. فانا لما زميلي ده ما بقاش جنبي ومش واحد دول 72 واحد، الحدث كبير برضه والعدد واحساسه بالغدر اللي حصل له. فانا بس اخر حاجه هقولها ان لازم يبقى عندنا رؤيه للموضوع ده، لان الموضوع ده ممكن تحصل فتنه كبيره جدا، وانا بقولها في كل حته واتمنى الناس كلها تسمعني، محدش عايز يسمعني، مش عايز فتنه غير رياضيين. انا اول مره اشوف مشكله الاطراف كلها ليها حق، سواء رياضيين او سواء مجموعه الالتر، احنا مش عايزين فتنه ما بينهم، لان ده صحيح. الجمهور بيشجع اللعيبه. طب انا هقول لك رايي كابتن شادي، يعني انا يعني انا اجزم معك ان شباب الالترا الشباب وطني، وانا كنت لسه بتكلم مع الكابتن احمد شوبير قبل حضرتك بتخش في هذه المداخله، وقلت ان ليه ما يكونش في حوار. هل عندك مانع ان تشاركني هنا في الاستوديو وان ندعو الى يعني الى حوار بين الاعلام الرياضي وبين الالتراس، ان يجلسوا سويا وان نحاول ان نتناقش
كي نصل الى نتيجة مرضية لجميع الاطراف يحكمها المنطق والعقل؟ انا طبعا تمام يعني من كل حاجة, وانا حاجي حضرتك استاذ عمرو وهتكلم معاهم وهحط نقط معينة 1 2 3 4 وحاجي بعد موافقتي طبعا, لان انا مش مريت اللي انا اتكلم باسمهم, انا بتكلم حاجة انا حاسسها ومريت معاهم في الدفوق كاسم مدري على ما اتكلم, ولكن انا هحط لك بوينت 1 2 3 4 5 هي دي النقط الاساسية. بس انا مش عايزين اهم حاجة يعني, وانا اقعد حضرتك اللي انا هقوم مع حضرتك, بس اخر حاجه اتكلم فيها لو احنا الكوره هتخلي في دم واحتقان ما بيننا, احنا كرياضيين طول عمرنا بنفرح الشعب المصري كرياضيين, الحمد لله حققنا انجازات محترمه وخلينا الشعب يفرح, ويمكن دي كان بيتقال دايما ان الرياضيين عملوا بسمه خلال في ظل ظروف صعبه الناس بتعاني منها. احنا عايزين نحافظ على الشكل العام بتاعنا اللي هو ايه, لو في نقطه دم هتنزل في ظل اللي احنا بنتكلم نزل. يبقى في كوره, لا احنا نقعد نحل وناس اهل الثقه يتدخلوا في الموضوع, حد زي حضرتك زي كابتن نادر زي كابتن خالد زي استاذ شاوي, ناس الناس اهل الثقه بيثقوا فيها الاطراف ويبتدي يبقى في حاله الحوار, وهو ده النقطه المهمه. مش عايزين نقطه دم, لو نقطه دم هتنزل من اي واحد فينا يبقى لا, يبقى لازم نقف بقى الثقه لغايه. وفي ابعاد ثانيه كتير طبعا انا عارفها بالنسبه للامن, والامن عليه ضغوط كبيره جدا, فانت بتضغط عليه بظل الظروف صعبه, ففي حاجات كتير جدا. فانا اول حضرتك لا انا هقعد معاهم واحط بوينت معينه 1 2 3 هنهيئك بكل امن عشان اللي عايز يتحرك من خلال البوينت ده. وانا هتابع مع حضرتك هذا الكلام واشكرك على انك انت قبلت هذه المبادره. اسمح لي قبل ما اقفل معاك, كابتن خالد له تعقيب وكابتن نادر له تعقيب, اتفضل كابتن خالد. والله بص انا يعني طبعا كل يعني انا عايز اقول بس حاجه, ان كلنا دايما طبعا عايزين الالتراس يمشي في الطريق الصحيح. واحنا مش ضد الالتراس كفكره, لكن ضد تصرفاته. ما اجي كلام كابتن شادي منطقي مثلا في حته, لو هو طب دلوقتي لعيبه الاهلي دي كان ممكن يموتوا في ماتش بورسعيد ولا لا يا استاذ شوقي؟ طبعا. طيب هما ليه بيهاجموا لعيبه الاهلي وبيشتموه؟ يعني دلوقتي لعيبه الاهلي كانوا هيموتوا مع الجمهور, ليه بيقتحموا النادي الاهلي ويشتموا لعيبه الاهلي؟ طب بس انت كلم كابتن شوقي عشان هو على التليفون ويرد عليك, وبعدين كابتن نمره 2. اما ناس من ما الناس يجوا لي, احنا طبعا ضد, احنا بنقول بيعملوا بعض الاخطاء. اما اجي اقتحم واكسر اتحاد الكوره وبعض الحاجات تتسرق من جوه, انا بتكلم ده اللي بيحصل. اما اجي حد من واحنا في طريق مصر اسكندريه نادر, اما يجي يعني بتوع الماستر يجوا يقولوا لك بس اكيد نسبه الالتراس هم اللي عملوا اي 200 لا 200 واحد دخلوا وشربوا حاجات ساقعه وسندوتشات وما دفعوش الفلوس عشان هم 300 ممكن يكونوا من الالتراس, ممكن ما يكونوش لا ده هم جايين من الماتش. انا بقول جايين من الماتش وجايين من الماتش ناخد رد من كابتن. انا بقول دي بعض التصرفات الخارجة. احنا حضرتك عايز تفتح باب الحوار. طب اذا كان هم رافضين الحوار مع الكبير, اذا كان مستشار رئيس جمهوريه مصر العربيه قاعد معاهم وما فيش مجلس الشورى قاعد معاهم وبيقللوا, احنا طرحنا مبادره وكابتن شادي هيكلمهم, احنا عايزين نصل الى نتيجه. انا عايز انا نفسي اصل النتيجه, بس انا لابد ان يكون حوار. هل هم قابلين للحوار؟ انا واثق ان هم قابلين للحوار اذا ما وجدوا ان الاخر يتحدث معهم بمنطق واحترام عقلهم يعني وفكرهم. يعني انا هتحدث معاه بمنطق, انه لو سرق فاقعد اقول لك معلش. انا رافض فكره انه سرق, ناخد تعقيب من كابتن شادي. اتحاد الكوره, ما اتحاد الكوره ده حصل, ده مش كلام من عندي. انا برضو هرد اول حاجه بالنسبه لموضوع اقتحام النادي الاهلي. طبعا دي من الحاجات, عشان انا قلت لحضرتك لو احنا بنبص لابعاد الموضوع والله ما هيحصل الكلام ده كله. احنا بنيجي نقول اقتحام, اول حاجه مش اقتحام خالص. اللي بيقتحم ده بيكتر بيعمل شغب بتسمع اللي هو عمل حاجات في عربيات, اول حاجه ما حصلش من الكلام ده خالص. يبقى ما ينفعش من الاساس اللي احنا نيجي نتكلم عن الموضوع نقول اقتحام. ليه ما بنقولش مثلا دخل وصل رساله معينه عايز يوصلها لحد شايفها سلبيه في ظل الضغوط اللي هو فيها. دي بالنسبه لدخول النادي الاهلي. بنكرر اللي هو غلط, انا كشادي اهو انا مسؤول من اللي انا بقوله, طبعا غلط. واحيانا هو لما بيعمل حاجه غلط بيقول ايوه انا فعلا غلطت. بس في حاجه من خبرتي اللي انا شفتها, هو لما هو من نوع لما بيعمل حاجه كويسه قوي بيقول لك انا عندي مبدا الطبيعي ان انا اعمل حاجه كويسه, ولما بعمل حاجه غلط انا بعترف لو غلط. فما دام ما طلعتش قلت على نفسي اللي هي كويسه, لما ما بقولش الطبيعي على اللي هو غلط. بس ما بيني وده مش بيقول كمجموعه اللي احنا مش هنكرر الغلطه دي تاني. دي واحد. رقم 2, اتحاد الكوره انا عندي اللي انا هقوله لحضرتك ده
برضو مفيش حد ملم بيه بشكل كبير. الشباب قاعد من شهر 2 لشهر 7 او شهر 8 بنتكلم في 6 شهور محدش حاول يتكلم معهم خالص، ساكتين خالص. فوجئنا فجأة اللي بنتحايل على مستر كامل ابو علي عشان نمضي الورقة اللي المصري ما يلعبش السنة دي. يعني دي كارثة. انا بتكلم بمنتهى الصراحة والمصداقية، بنتكلم عن تواطؤ في اوراق بيقول لك ايه في الدرب، راحت المحكمة الرياضية، وفي الاخر برضو انت عايز واحد مقهور وميت منه العدد ده كله وشايف في المكان دوت. واول حاجة انا على يقين وثقة، وهو ده سبب اللي انا بقول لك مش عايزين نحط ضغوط على الامن. ليه؟ الانترس مجموعة كبيرة وعدد كبير، لما بيروح بيجمع نفسه منظم جدا، بيدخل ممكن يندس حد وسطيه يدخل يسرق كاسات. انا اقسم لك بالله وعلى يقين ان كنت 100% مش تفكيرهم ابدا ان هو يسرق كاس ولا الكلام ده خالص. انا بكلمك بصراحة، بس انت بتتكلم في مكان اتحاد الكورة كان ممكن هو صاحب القرار الوحيد اللي الامور دي تتلم كلها من اول، لو كان اصدر قرار من اول يوم واحد كده صاحب شخصية صاحب رؤية صاحب فكر يطلع قرار للناس كلها كان ريح كل الاطراف بدل من المشكلة اللي احنا فيها. اتحاد الكورة كان سبب بشكل كبير للي احنا فيه دلوقتي. دي واحد. اخر حاجة بالنسبة لموضوع برضه اتحاد الكورة، انت بتتكلم عن استاذ عمرو الشرور، اعتقد اللي بيدخل على موقع منزله اوراق مستندات رسمية بالتلاعب اللي حصل. انت فاهم؟ يعني لو حد شاف الاوراق دي كلها هيقول ده عنده حق يروح يعمل دي، مش يقتحم اللي هو يروح انا ممكن يروح يوصل رسالته اللي احنا مصحصحين معاه في اي اوراق بتبعتها او اي اوراق بتيجي. دي كانت الفكره. تمام. لكن مش فكره انا اخش انا اعتقدش. انا هنتظر منك تكلمني بقى عشان نحضر للقاء مع الالتراس ومع الاعلام الرياضي في ضوء النقاط اللي انت هتقعد معاهم فيها وتتكلم معاهم فيها ان شاء الله. ان شاء الله. لعل وعسى تكون هذه بادره خير ان شاء الله باذن الله. الله. شكرا جزيلا كابتن شادي محمد كابتن النادي الاهلي، شكرا جزيلا. دكتور عمرو انا ممكن اعلق بقى بعد ما شادي خلص حقيقة. اساس المشكله اساسا من بدايه الازمه وبدايه المشكله ان تصعيد الامر للاتجاه الرياضي يعني، ولما طلع النادي الاهلي وقال ان انا مش هلعب في بورسعيد 5 سنين وان انا مش هروح تاني بورسعيد، مال الرياضه؟ مال الاتجاه الرياضي والاتجاه الجنائي يعني؟ ومال معاقبه الاتجاه الرياضي؟ ما هو كلنا كل واحد فينا في الشعب المصري بيطلب حق كل الشباب اللي مات من اول ثوره يناير لغايه النهارده، القصاص لغايه دلوقتي. مفيش حد من الشباب اللي ضحى بنفسه في التحرير او في كل ميادين مصر لسه محدش اخذ حقه. فالقصد على ايه؟ ان سواء كان بقى في قوات مسلحه او غير قوات مسلحه او من الشباب او مسلمين او مسيحيين او كبار او صغيرين، محدش اخذ حقه. كلنا تأملنا خير ان بقى مصر يبقى عندها حكومة، مصر عندها رئيس جمهورية، فبالتالي هو اللي يجيب القصاص او اللي يجيب حقوق الناس دي، ولكم في القصاص حياة. فالامر في ايه يا دكتور عمرو؟ ان احنا نصعد المشكلة في الاتجاه الرياضي يعني، كلنا بنطالب وانا وغيري وغيري وغيري، وقفنا جميعا مع كل الشباب بدون مسمياتهم بقى، بدون مسميات التراس او غير التراس، ان هم كل الناس اللي هي ضحت بنفسها في سبيلنا احنا او في سبيل الوطن او في سبيل الله او اي كانت النية او الهدف بتاعهم، ان هم ياخدوا حقهم. اللي انا عايز اقوله ايه الربط ما بين تصعيد الموضوع رياضيا ان المصري يلعب او ما يلعبش او الاهلي يلعب او ما يلعبش او الزمالك يلعب او ما يلعبش والقضاء الجنائي او القضيه الجنائيه؟ طب فرضا دلوقتي، طب انا مش هلعب كوره الا لما يطلع حكم جنائي. طب دلوقتي لو طلع الحكم الجنائي غير مرضي، لان ممكن بعض الناس معتقده ان القرار الجنائي اللي هو اعدام فلان وفلان بدون مسميات وفلان وفلان وفلان، تلم لك 20 واحد. وانا ممكن لو جبنا الشريط الماتش قلت يا جماعه، كنت وقتها في قناه الاهلي في الاستوديو، كنت في الاستوديو قلت يا جماعه مش عايزين نيجي في الاخر نلم لنا 20 30 واحد ونحطهم في السجن. الكلام ده من يوميها 20 30 واحد يقول لك هم دول، وبعد كده نضحي بيهم. ممكن يكون في بعض الناس هي المغرضه او اللي هي عملت الكلام ده، مش عايزين نظلم حد. وانت عارف كويس قوي يا دكتور عمرو ان القضاء والعدل في القضاء، ان لو في شك ولو 1% او 2% ممكن مصطفى حسني يقدر يتكلم بعدين بعدين على طول يقدر يتكلم، ان لو في شك 1% بس وحكم اعدام انا بروح لل 1% و99% متاكد انا ما بروحش 99%. فبالتالي يبقى مال الرياضه. وانا قلت الكلام ده الحقيقه، ويمكن حصل فيه مناقشه كبيره جدا مع بعض المسؤولين في الاهلي، مال الرياضه ومال الموضوع؟
انت عايز تضغط اضغط جنائيا وما تضغطش جنائيا، انت تضغط بجمع الادله، بتجمع الادله عشان في الاخر يكون عندك ادله قويه جدا ان الولاد ياخدوا حقوقهم. انما حقق عيب قوي، انا من وجهه نظري المتواضع عيب جدا 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 في حقوق الشباب اللي ضحوا بنفسهم ان يرجع ماتش كوره ما رجعش ماتش كوره، مش ده حقه. اولا هو اخذ المكانه واخذ المكانه الافضل مننا جميعا، ان شاء الله ربنا يتقبلهم شهداء وابن لهم جميعا، فبالتالي هو ولا محتاج عوده نشاط ولا غير عوده نشاط. دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك ان عيب في حقهم ان انا لو رجع الدوري حقهم هيروح. لا، انا الادله والضغط بتاعي مش الضغط على القاضي انه يحكم بالاعدام، انما الضغط ان انا اجمع ادله كافيه ان ياخد حكم جنائي. انما حضرتك بعض المسؤولين، انت حضرتك قلت ذكرت في بدايه كلامك ان ربط الرياضه بالسياسه، ما زالوا السياسيين بعد الثوره اللي احنا كنا بنعاني ان هم لوثوا الرياضه ولوثوا كره القدم بدخول السياسه واستخدام كره القدم، ما زالوا بيستخدموا كره القدم لمصلحتهم برضه، بيتاجروا بقى بحقوق الشهداء والعوده للنشاط الى حقوق الشهداء. مال يا ابني مالك انت ومال حقوق الشهداء بالرياضه؟ ما تروح انت لو انت راجل مسؤول في حزب او في وزير او رئيس وزراء او ايا كانت هو منصبك ايه، روح انت اجمع الادله كافيه جدا، واي واحد عمل الكلام ده ياخد حقه، انما مال ماتش كوره وحق الشهداء. طيب كابتن خالد واستاذ نسيه شوقي، انا هسال الاول. طيب لا، انا السؤال ده ليكم انتوا الاثنين. طيب. اللي هي الضمانه من وجهه نظر حضراتكم لعوده الدوري بصوره ترضي الجميع؟ ابدا لحضرتك الاول. انا بس عايز يعني هو طبعا في تخوف، يعني الناس كلها خايفه، الناس كلها خايفه تتحمل المسؤوليه. بس انا فكره ان انا يعني حصل ماتش كوره ما بين التراس والتراس، فمجموعه راحت هجمت و72 74 اتقتلوا. انا حاسس ان احنا حسسنا مصر ان احنا بقينا بلطجيه كلنا، يعني مفيش باسكت. طب ليه هو جمهور باسكت عمل حاجه؟ مفيش يد، مفيش ماتش ناشئين، مفيش درجه ثانيه، مفيش درجه ثالثه، مفيش ماتش يتلعب جوه مصر، مفيش. هو احنا يا جماعه انا حاسس ان احنا اي ماتش هيتلعب في 72 هيموتوا. لا، هي ده حدث بيحصل كل 60 70 سنه، وحدث انا بشوفه كمان ان القدر لعب دور جامد جدا ان الباب مش مقفول. خلينا نتكلم في الضمانات. انا عايز اتكلم في يعني ايه الضمانات اللي ممكن من وجهه نظرك تخلي الدوري ممكن يعود والجميع يكون راضي. هسال سؤال نادر حاجه استعد على الاجابه برضه. قال نادر حاجه مهمه جدا. ايه؟ بل ماتش الكوره بالقصاص. مال ماتش كوره بالقصاص؟ طب ما هو ماتش كوره لو ما تلعبش هو اللي هيرجع لهم حقهم. اللي ينرفز اكتر الماتش كوره بيتلعب، يعني ملاعب اهلي وزمالك، اهلي وزمالك قمه الكوره في مصر بيلعبوا في افريقيا. لا يا خالد معلش، مش انا مش بقلل من حقهم، بس انا قصدي على خالد عفوا اللي انت بنقطع، انا بتكلم على ان حقهم اكبر بكتير جدا. أيوة من ماتش كوره. ده اللي قصدي عليه. فكره برضه فكره ان انا فكره انا بقعد افكر مع فكره ان النشاط. طب ما الوادي دجله والمقاولين والزمالك والاسماعيلي ما لهمش ذنب؟ طب انا دلوقتي بوافق ان افريقيا تتلعب والامن بيامن في افريقيا اللي هي اكثر يعني خوفا، بلد ثانيه جايه تلعب في تونس وبتاع، في تخوف على فكره في ماتش الاهلي هناك دلوقتي وعاملين امن رهيب هناك، وفي تخوف من نتيجه يكون رد فعلها سيء على لو الاهلي فاز او الاهلي ما فاز، الواحد خايف. لابد الضمانات اللي بتتعمل استاذ عمرو هي الدوله. الدوله قادره، قانون الدوله قادره. ليه بقى؟ ليه؟ زي ما نادر قال، لو احنا سيبنا الموضوع عايم وسايب. طب هسال حضرتك سؤال، من ثلاث ايام ايه اللي حصل؟ قطرين دخلوا في بعض صح؟ من يومين وناس ماتت صح؟ طب انا بطالب ان القطارات ما تشتغلش تاني غير لما الاثنين دول يجيوا حقهم. بالظبط. مفيش قطر يطلع ومفيش قطر يتحرك، وعلى فكره اللي مسؤول عن ده واحد عمل تحويله غلط عمل تحويله صح. انا بطالب كل اللي بيشتغلوا في التحويله ما يشتغلوش ويوقفوا عن نشاطهم وشغلهم وعملهم، والوزير يتحقق معاه ونعمل كده بقى، ويبقى مفيش نشاط سكك حديد خالص، هسميها نشاط سكك حديد خالص، الا ما حق الناس اللي ماتت في القطرين يرجع. لا هو بالمنطق ده، لا هنمشي بالمنطق ده بس، لكن طيب. هنقعد في مجموعه مش عايزه. وانا بقول لحضرتك وانا بقولها دلوقتي وافتكر كلامي وبعيده، الحكم هيطلع ومش هيرضي الالتراس، وهيكون في وقفات احتجاجيه، وهيكون في محاولات لايقاف النشاط، لان احنا قلنا مره واثنين وثلاثه لو الدوري رجع او ما رجعش ده مش هيخلي، لو القاضي الدوري رجع هيقعد يتفرج على الدوري ومش هيطلع اعدام، ولو الدوري ما رجعش القاضي هيقول اه صدق هديه اعدام. ايه يعني ايه وبرضه لازم يعني نحط في الاعتبار الالم اللي بيعتصرهم. طب قالوا ماله بالدوري؟ وان هم فعلا حزانه على زملائهم اللي ماتوا واللي فقدوهم. معلش عفوا يعني برضه لازم نحط ده في الاعتبار على فكره. انا شخصيا هقول لك حاجه، انا يوميها يوم
ماتش الاهلي بورسعيد، انا ليا حد صديقي فقد ابنه في الماتش، ويعني وحاله بالظبط بالظبط، وحاله الحزن اللي انتابت اسر كثيره جدا واولاده واولاد، يعني عايز اقوله اللي انا عايز اقوله، لو كل واحد حط برضو مكان اب او ام مكلومه فقد ابنه في هذا الماتش بالتاكيد هتكون مشاعر اكبر بكتير. انا متفق اكبر بكتير. وفي حاجات تانية كتير انا مش مختلف معاك يا خالد في كل ده، بس انا بتكلم على واقع قد يكون هؤلاء الالتراس هم اكثر يعني اصرارا على الحصول على حقوقهم من اخرين بالأدلة. اضطرتهم الظروف بالادله مش بالوقفات ولا بالاحتجاجات، كل واحد وجهه نظره. انا بقول لك هي القضيه كل واحد يرى الحق من وجهه نظره. اسمع وجهه نظر حضرتك اتفضل. وانا سمعت كتير، اسمعني في ثلاث كلمات. ده انت بتتكلم على راحتك اتفضل. وفي فرق بين الخطا والغرض. نعم. الخطا وارد والغرض منبوس. في فرق بين الانتماء والتعصب. الانتماء جميل جدا. نعم. والتعصب هو المرفوض. احنا عطلنا الحاجة الوحيدة اللي ربنا فتحها عشان يجبرنا عليها، ان احنا نسمع. احنا ما بنسمعش بعض. احنا لو سمعنا بعض وفكرنا بدماغنا فيما نسمعه هنقتنع. انت دلوقتي طالب من الكابتن شادي ان هو يقعدنا مع الالتراس. الحقيقة في مسافة شاسعة قوي وفواصل كبيرة قوي تفصلنا عنهم. هم ناس شباب واعد مثقف ابن ناس محترم، بس ليه فكر قد يكون فكره متشدد. هو احنا بعيد عنهم لان احنا اكثر خبرة اكثر دراية اكبر سنا اكثر تعقل كل ده وارد، انما التواصل بيننا مفقود، الجسور بيننا مهدمة. احنا لو قعدنا معاهم وهم قعدوا معانا قد يستفيدوا وقد تستفيد نستفيد، انما للاسف هم رافضين بدليل ان 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 بتوع مجلس الشورى مع يعني هم ضد الاعلام. الوزير ما احنا بنعمل مبادره ضد الاعلام على فكره. احنا انا مع حضرتك في المبادره دي تماما، لان احنا مطلوب ان احنا انا بدي احور الفرصه. احنا مطلوب ان احنا نتكلم ونتواصل ونتحاور والحوار يبقى جميل. انت بقى بتسالني ايه الضمانات. ايوه. لا مخلوق في مصر يقدر يقول انا اضمن عوده الدوري اليوم. ليه؟ لان في وهو قال لك شادي كلمه بس حضرتك يعني ما خدناش بالنا منها. قال لك انا اعرف كلام كتير قوي ان الدوله خايفه منها. النهارده لو قلنا بكره الدوري يعود وقع حادث اليم ضاع ضحيته 10 12 واحد تاني، ما فيش دوري بقى، ما فيش رياضه، ما فيش اي حاجه. في كلمه انا عايز اوجهها، لن نعوض الاسر المكلومه عن ظفر شهيد من اللي وقعه. لكن انا مع نادر السيد تماما ان 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 توقف النشاط مش هو اللي يعوض. الجمود والسكون والركود والموات اللي بيصيب ملاعبنا ومدرجاتنا مش هو اللي يعوض. اللي يعوض ان يجي القصاص بتاعهم. هل القصاص ده مضمون او مش مضمون؟ ده بتاعه ادله وقضاء. يا جماعه نقعد نتحاور نشوف ايه اللي ممكن يتعمل عشان عودة الرياضة كشيء اساسي وليس له بديل لشعبنا ولأسرنا والى مدرجاتنا وملاعبنا. نعم. اللي انا اشوفه تماما هو الامن. لو الامن النهاردة قال انا شخصيا عندي ابني في قوات الامن وضابط شرطة، يقول لك احنا مش ضامنين ان احنا نأمن حاجة. صحيح الرئيس اتأمن له محفل كبير قوي حضره مش اقل من 60 70 الف مواطن. صحيح الاهلي والزمالك اتأمن له، بس النهارده بنأمن حدث في محفل في مكان. ما اقدرش أأمن دوري يتلعب في اكثر من كذا نادي وفي اكثر من كذا ملعب واقول بجمهور. لا بدون جمهور. الرياضه بدون جمهور حدث بلا معنى. بقى احسن ما يكونش في الرياضه خالص. انت عارف في الشاوي، انت عارف حضرتك يا دكتور عمرو ليه ما فيش ضمانات؟ لان في بعض المسؤولين في الدوله ما زالوا بينتقموا من كره القدم. لان بيتنصلوا. كره القدم اصبحت فلول بالنسبه لبعض الناس او نظره بعض الناس، لان كان النظام السابق بيساند كره القدم. وفي بعض المسؤولين دلوقتي
يعني الموضوع اكبر بكتير جدا من قضيه التراس وقضيه عوده النشاط او مش عوده النشاط. بعض الناس بتتنصل دلوقتي من كره القدم وحتى تصريحاتهم بيتنصلوا من كره القدم ويقول لك ما الرياضه للجميع. كده سيسنا القضيه. كده سيسنا القضيه يا فندم. هي معلش عفوا بس اوضح، لان لو في مسؤول او من المسؤولين اقوياء واصحاب قرار واصحاب قانون، انا ما اقولش هم اقوياء شخصيا، انما القانون لضحايا، فمش ممكن ابدا ان انا ما نفذش القانون او ما فعلش القانون عشان خاطر بس ايه اطبطب على الناس، عشان خاطر بالراحه شويه، عشان خاطر في انتخابات برلمانيه جايه. عفوا يا خالد معلش اوضح بس نقطه حاجه، بس اضيف حاجه اكملها لك. لو احنا بالمنطق بتاع اللي احنا قلنا ان دول برضو ليهم حق وكده، يبقى احنا هنعطي لكل واحد ينزل يكسر يعمل يعمل، يبقى اولي حق ليه وجهه نظر. طب يعني احنا لو فعلنا القانون هيفعل القانون على الجميع. عايز اسال حضرتك سؤال، واحنا فتحنا الباب تضمن عوده النشاط النهارده ممكن مجموعه ثانيه زي ما تبقى منظمه تعمل برضه كارثه. فهمت قصدي؟ استاذنك ان انا احاول. اتفضل. النهارده تقدر تعيد النشاط بصوره مؤمنه النهارده؟ يا شوقي ربنا يحفظ لك ابنك يا رب ويخليه ان شاء الله. بس ما دام ارتضيت ان انا اتحمل مسؤوليه، انت حضرتك ضابط جيش واكيد في وقت من الاوقات ممكن كنت تتعرض لاي كان اذى معايا حضرتك، ما دام ارتضيت يبقى لازم تنفذ. ما دام لبست بدله الضابط وخدت المسؤوليه ان انا اامن يبقى امن ليها ادوات. ما انا اقول لحضرتك ما احنا بنتحاور يعني، اديني فرصه اتكلم مع حضرتك. ما دام الدكتور لبس البلطو الابيض وقف في المستشفى بدون مشرف ما يقدرش يعمل. ما هو ما انا بقى النهارده اديني سلطه، اديني امان، اديني ظهر. طيب انت مش اذا كان ضابط الشرطه مستهدف حضرتك، معلش اسال سؤال، اذا كان كمان الشرطه دلوقتي بيتضرب بالنار مش قادر يحمي نفسه. كابتن شوقي الاهلي بيلعب ليه في افريقيا؟ نعم بيلعب ليه في افريقيا؟ احنا مش قادرين نامن، بيلعب ليه؟ يعني ايه الرياضه؟ احنا اتفقنا عوده النشاط ضروره. ليه بيلعب؟ هو بيتكلم على فكره استمرار او الحفاظ على استمرار النشاط الرياضي. لا 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 عشان في عقوبات. كلمات اخيره عشان انا عارف انتوا كمان عندكم برامج. اتفضل كابتن شوقي. اتفضل. انا بتمنى انا مع عوده النشاط. نعم. لكن عوده النشاط الامن وعوده النشاط بالجمهور، لان الرياضه اساس والرياضه حياه وغذاء وكساء وماء. وبدون رياضه احنا ملناش لا سمعة كويسة ولا هيبة كويسة، وهيبة الدولة نفسها ضايعة. لكن النهاردة البحث يجب أن يكون كيفية تأمين عودة النشاط حتى لا يكون هناك انتكاسة. كابتن نادر اتفضل. كلمتين. الكرة القدم، أنا ما بتكلمش على الرياضة بشكل عام، كرة القدم ما زالت مسيسة، وما زال بعض المسؤولين في الدولة بيسيسوا كرة القدم لصالحهم الشخصي والمتاجرة بالشهداء والقصاص وكذا 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 لمصالح انتخابية برلمانية أيا كانت هي إيه، وبينتقوا من لاعبي كرة القدم اللي هم كانوا جزء أساسي جدا في الثورة وغير الثورة وحتى في الحياة السياسية. النقطة الثانية إن أنا شايف فيها تقليل كبير جدا في حق الشباب والشهداء اللي في بورسعيد، ان انا اربط ما بين حقهم وعوده نشاط كره القدم. حقهم اكبر بكتير جدا، ان هو الحق الجنائي والحق الاساسي ان احنا ندعي لهم جميعا ربنا يتقبلهم. اتفضل. عايز اقول حاجه بس، يعني ناس كتير قوي فكره بقى الحق، احنا كرياضيين نزلنا، يمكن استاذ شوقي ضد الموضوع ده، نزلنا عشان نقول الرياضه ترجع. طب مش معنى استاذ شوقي مثلا شايف ان ده غلط، ومثلا في ناس تانية شايفة ان ده غلط، بس شايفين الارض صح. يعني الرياضيين لما يجي ينزلوا يدافعوا عن حقوقهم ده غلط. لو الرياضيين، وانا طبعا ضد ده اللي عملوا ايمن عبد العزيز وعبد المنصف ان هم راحوا يمنعوا الماتش، بس لما دول يروحوا يمنعوا الماتش وشايفين ان دول غلط، وايه اللي بيعملوه دوت؟ تشويه صوره مصر عند الضيوف. لا بس برضه دخول الاوض وقولوا لهم ان انتوا لو نزلتوا هيعتدى عليكم، ده كان سليم. لا طبعا غلط كل ده، انا بتكلم غلط. لا 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 ترد عليك. بس ليه غلط ده؟ ليه غلط ده؟ ومش ليه غلط ان انا امنع النادي الاهلي انه يلعب ماتش السوبر ضد امبي وافترش الارض ويقعدوا معرفش يلفوا من ورا وعايزين يهدوا حيطه وعايزين يروحوا من ورا، والامن حسسني ان انا خلاص عملت خط برليف، عديت خط برليف في الماتش ده وطلعت بماتش امبي والاهلي لبر الامان. ليه بدي الحق هنا؟ ما اديش حق هنا، مع ان دول عيني برضو دول رياضيين، دول بيدافعوا عن حقوقهم وعن اكل عيشهم، لان كره القدم اكل عيش. مهلا اقول كلمه. مش كره القدم. هل انتم موافقين على هذه المبادره اللي احنا عملناها؟ طبعا. بس انا عايز اقول كلمه، انا بقول لحضرتك انا موافق ونادر موافق واستاذ شوقي موافق، بس هم مش هيجوا. عايز اقول كلمه، انا بقول لحضرتك ان هم ضد الاعلام، ضد العنف، ضد لي زرامة. والله حتى مش لازم في الاعلام، انا مش بتكلم عشان خاطر الاعلام، انا بتكلم عشان خاطر حل الازمه. يا ريت. نعم. بقول لحضرتك ضد العنف، ضد لي زرامة، ضد تشويه صوره مصر، ووقفة الرياضيين لما كانت عند الاتحادية كانت رائعة. انا ما رحتش لما دخلت عند البارون ودخلوا اوض الناس الضيوف عشان يشوهوا صورة مصر،
انا بعتبرها خيانه. كابتن شوقي انا ضد معلش عفوا دكتور عمرو، من بعد الثوره الى الان انا ضد اي وقفه، لان اصبحت في دوله، بقى في دوله، بقى في مجلس وزراء، بقى في رئيس جمهوريه، بقى في قانون، في سرعه التعبير. بشكر جدا حضراتكم استاذنا الكاتب النقد الكبير شوقي حامد، شكرا جزيلا. الاعلامي الكبير نادر السيد كابتن مصر، شكرا جزيلا. الاعلامي الكبير خالد غندور، شكرا جزيلا. وانا ما زلت اؤكد واقول الجميع كل له وجهه نظر، كل له وجهه نظر تحترم، لكن بالتاكيد الاثرس لا احد الا يؤكد على نزاهتهم وطنيتهم ودورهم بالفعل في الثوره، له وجهه نظر. الاعلام ايضا الرياضي له وجهه نظر. انا ارى واقترح، وده اللي انا قلته من شويه، هذه المبادره اللي طرحناها النهارده من 90 دقيقه، سواء كان هذا اللقاء او هذا الحوار يتم امام الاضواء او امام الكاميرات او خلف الكاميرات، لكن بالتاكيد انا بشوف عشان نقدر يرجع النشاط الرياضي لازم الجميع يتوافق، عشان مصر تقدر تنهض سياسيا لازم كل القوى السياسية تتوافق، عشان نقدر نطلع لقدام لازم يكون في توافق. انا بشوف ان التوافق الان مطلوب، حوار بين الالترس وبين الاعلام وبين الخبراء وكل من هو مهتم بالشأن الرياضي وكل من هو محب مصر، عشان نقدر نطلع بمصر لقدام ونقدر ناخد قرار لما نوافق عليه كلنا نلتزم به كلنا. شكرا لحضراتكم جدا. بعد الفاصل الداعي الاسلامي الجميل مصطفى حسني، لو وحشنا كتير، وفي حب الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، بعد الفاصل.